بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. اعمل الصح. للأسف الشديد بيوت كتير بتربي ولادها على ان ثقتك في نفسك تستمد من رأي الناس فيك. اهم حاجة قالوا ايه عليك، رأيهم ايه في لبسك، شكلك، رأيك، وجهة نظرك، لدرجة ان الثقة بقت تستمد من رأي الناس فيا مش من هويتي وشخصيتي انا، لدرجة ان كتير مننا خرج من شخصيته لشخصية الناس. اهم حاجة رأي الناس، تلاقي فرح رهيب جدا كبير، مليان اكل ومليان بهرجة عظيمة. كل ده بسبب مش اطعام الناس واكرامهم، لأ، بسبب اكتساب اعجاب الناس. شفت الكوشة، شفت البوفيه، شفت الفستان، بس عشان الناس. وحاجات تجيبها في الجهاز في البيت، جهاز العروسة والعريس، بس علشان الناس لما تيجي البيت ما ياكلوش وشنا ويشوفوا الحاجات اللي على الموضة في الفرش. حاجة صعبة جدا، فتفاجأ ان الحق تشوه بقى، الصح هو اللي الناس ماشي عليه وبتقوله، مش الصح هو الحق. لا يا جماعة، الصح صح ولازم تعمله ولو الكل ضده، والغلط غلط ولازم تبعد عنه ولو الكل معاه. الرشوة رشوة ملعونة ولو ناس كتير بتاخدها، والسخرية سخرية من الكبائر ولو ناس كتير مستمتعة بيها وبتتكلم عليها. النظام نظام ولو ناس كتير ما بتقفش في الطوابير ولا بتمشي في الحارة بتاعتها في الشارع بالعربية. اعمل انت الصح وامشي انت صح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم. خلي عندك شخصية، شوف الكلمة النبوية، وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا لا تظلموا. بصوا يا جماعة باختصار، اعمل الصح واكتفي بربنا أنه شايفك وراضي عنك وانت ماشي على الحق والصح، وبلاش إفلاس، لأن من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس. اعمل الصح ولو لوحدك، وربنا يتقبل، ربنا يهدينا وياخد بأيدينا وينجينا، وربنا معانا، والحمد لله رب العالمين.